تحية طيبة للسيد وزير السياحة. هذا اللي جاي يصير في مدينة البصرة، شركة هذا اسمها الأوحد ما أخذ جوازات الناس، ما أخذ منكم فلوس؟ فلوس قد أخذ منكم؟ أنا 13 ورقة، 12 ورقة، 12 ورقة، هاي الوصولات شركة الأوحد خذ جوازاتنا وفلوس. صاير لنا من 7 الصبح لهسه هذه مليونين و200 وما ادري ايش. ترى بقى وين ترفع على اساس؟ ديار اي وصار لي 4 ايام يضحك علينا. ما في حد، لا راح حتى جوازات العالم اللي ضافت جوازات العالم حق الرد من الشركه. هاي بعد جوازات العالم ماكو واحد بالشركه طبعا. جيب الجوازات، جيب والشركه متروكه والناس هي حاميه الشركه طبعا، لانه الولد هسه الشركه متروكه. كم عددكم؟ 350 دولار. على 320 مليون. وين هسه الشركة؟ اجى ابو الشركة نا سووا له حبيب سكر طاح خابر عبنا خذاه وشرد. ولحد الان ماكو، وناس عبادان عبرهم ولحد الان ضاغين بحسيني. يريدون يرجعون جوازات ما عندهم. سعد العيدان وينه؟ موضوع خطا، نصب احتيال. نصب احتيال، هو شلون بعد نصب الاحتيال؟ احمر اخضر، ياخذ جوازك وفلوسك وماكو. يعني بحسب كلام الأخوة هنا أكثر من 200 شخص في محافظة البصرة يتعرضون للنصب والاحتيال من شركة الأوحد. طبعاً حق الرد مكفول للشركة، لكن لا يوجد أحد في الشركة. ما أعرف الجوازات، شنو هاي الجوازات أستاذ؟ جوازات هاي مع الناس عفا وشرد، جوازات جوازات متروكة. هاي جوازات الناس، ما أعرف هاي المسؤولية من، يعني جواز وشركة مفتوحة وطالعين.